السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتدور على رزق حلال من خلال الانترنت، يعني بيعرف مثلا يصمم فوتوشوب، او بيعرف يكتب كويس، او بيعرف مثلا يصمم، فممكن يلاقي شغلانات كتيرة جدا على النت. وميزة ان انت ممكن تكون بتتعامل مع شركات وتتعامل بالدولار وتاخد خبرة كويسة في دول كتيرة جدا، وممكن تكون انت محتاج مثلا تشتغل من على البيت، او انت محتاج تشتغل في البيت، فالموضوع ده هيفيد ناس كتيرة جدا. في مواقع كتيرة زي أبورك وفريلانسر، المواقع دي بالانجليزي. النهاردة بقى نشوف مواقع بالعربي، وكلهم نفس الفكرة، يعني لو فهمت واحد فيهم هتلاقي كله نفس الفكرة. يعني ده مثلا موقع مستر ان هو متخصص في الحاجات الهندسية، بتسجل نفسك كمهندس فريلانسر لو انت عايز تقدم خدمة، او لو انت عندك حاجة وعايز حد يعملها لك بتقول له اضف مشروعك مجانا، تقدر تحط المشروع والناس كلها تبقى شايفاه، وكل واحد يشوف هل يقدر يعمله ولا لا، وبيحدد يقدر يعمله بكام. ومن خلال بقى الشغل بنبدأ نقيم الناس، يعني مثلا انا الراجل ده انا اشتغلت معاه وكنت طلع كويس، هديله 5 من 5، او لا ما سلمنيش في الميعاد هديله مثلا 3 من 5، وهكذا، بحيث لما يجي حد تاني يقدر يعرف تقييمك للشخص دوت. فهتضيف المشروع وتبدأ تشوف العروض وتشوف اكتر حد مناسب ليك. غالبا اللي بيعمل كده بيدور على حد يكون سعره قليل وفي نفس الوقت تقييمه حلو، يعني لو سعره قليل لكن ما اشتغلش قبل كده لا هدور على حد يكون التقييم بتاعه 5 4.5 وهكذا. ففي الاول ممكن تقلل شويه في السعر في مقابل ان انت ايه تاخد التقييم، تمام؟ دي ناس هي متقيمه بتقييم كويس، تمام، وده دليل اهو تقدر ان انت تنزله بحيث تفهم الفكره. طيب لو انت مهندس هتبدا تسجل نفسك وتبدا تشوف العروض اللي بتيجي، وممكن تقول له لما يجي حاجه في المجال الفلاني ابعت لي ايميل على اساس ايه اشوف اذا كنت اقدر اعمل خدمه ولا لا. في موقع مثلا اسمه بحر، تمام، اس اي في السعوديه، ممكن تلاقي ناس كتيره جدا، يعني في فئات كتيره، ممكن تعمل خدمه مثلا فوتوشوب، ممكن تعمل تصميم صفحات تهنئه، الدعم الفني عن بعد. مره قبل كده في فيروس جه الموقع بتاعي فبدور على حد يخلص لي الموضوع دوت، مش عين حد مخصوص عشان في فيروس دخل على الموقع وانا مش عارف انضفه. طيب موقع اسمه مستقل، برضو موقع ده مشهور، بتبدأ تشوف مثلا ايه المشروع اللي انت عايزه، وليكن مثلا تصميم داخلي، وتقول له انتر فيبدأ يجيب لك المشاريع وتبدأ ان انت تختار. تمام، هنا تقدر تشوف ايه بقى المشاريع، تضيف انت مشروع، عايز تضيف مشروع، عايز تبحث، تمام، زي ما انت عايز. هنا ممكن تضيف خدمات، ممكن تختار بقى الخدمة اللي انت عايزها، وهو بيشرح لك ايه هي مستقل، منصة عربية بتتيح وسيط بين صاحب المشروع والناس اللي قدروا ان هم يشتغلوا بشكل احترافي، وازاي تضمن فلوسك، هو بياخد الفلوس من الطرف الاخر ويخزنها عنده لحد ما اشوف الشغلة مشيت ازاي. في موقع اسمه نفذ لي، اهو برضو نفس الفكرة، انت لو انت صاحب مشروع هتضيف المشروع، لو انت بتدور على شغل بتبدأ تسجل نفسك وتتابع المشاريع، في ترجمة، في برمجة، في استشارات، في تسويق، في كتابة، في تصميم. موقع خمسات برضو من المواقع المشهورة جدا، تمام، اكتب اي حاجة هيبدأ يطلع لك حاجة كتيرة جدا. يعني $5 دي مش هي السعر، هو بس عشان اسمه خمسات، انما في المناقشة هتلاقي الاسعار كويسة، وممكن تحدد هل انت عايز بالساعة، هل انت عايز بالشغلانة كلها، وهكذا. طيب منصة العمل ديت بنشورز، برضو من المواقع اللي تقدر تسجل نفسك فيها، يعني ممكن تسجل نفسك في كل المواقع اللي احنا حاطينها، هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو، وتبدأ تدور على الشغلانات، تمام. طيب هنا بعيد بتقدر انت تشتغل اونلاين، هم كلهم نفس الفكرة، يعني كلهم نفس الحاجة، تمام. هنا مثلا بتوظف ناس محترفين، ممكن تختار مثلا حد يكون حلو في التعليق الصوتي مثلا. موقع اسمه مهارات، بيبدأ ان هو يشرح له برضو في تشطيبات، في تجميل، في سياحة، في صيانة، في حرف يدوية، في طهي، في كل حاجة. شغل اونلاين برضو نفس الفكرة، لا سجل نفسك، وممكن تعمل نوتيفيكيشن ان لو حد عايز وظيفة مثلا في الهندسة، في التصميم الهندسي، في كذا في كذا، ابعت لي ايميل وانا اشوف الوظيفه. هسيب لكم الروابط، اتمنى تكون مفيده باذن الله.